دعوني أكشف هدية نارين بيوتي له. شاهدوا المزيد من التفاصيل. ظهر اليوتيوبر غيث مروان اليوم وهو يرتدي إسوارة، وهذه الإسوارة أغلب المتابعين سبق وشاهدوها من قبل في يد نارين بيوتي، وعلى الأغلب فهذه الهدية من نارين لغيث كما يتوقع المتابعين. شو رأيكم أنتوا بخصوص هذا الخبر؟ هتقلك وخير؟ هيت أوكي خذي السودة. أوه واو شوفوا هاللون أحلى؟ هاي إلا أوه صح، أنا وياري خسرنا هاللون سوا على الواتساب. لو سمحت أعطيني إيدك بدون كاس الشاي. اوه ايش فيك؟ من مين هاي؟ ما دخليك. من مين؟ ما دخليك. من مين؟ Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I